الحمد لله رب العالمين، وعالم الأسرار علم اليقين، وكاشف الضر عن البائسين، وماحي الذنوب للعاصين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أضاء بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجب أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء، وأضاء بكتابه الأرض والسماء. وأشهد أن سيدنا محمد خير الرسل والأنبياء، ما أخطأ يوما وما أساء، القدوة النيرة في الصبر على البلاء، دعا أصحابه إلى الإيمان فلبوا النداء، ولما عطش الجيش نبع من بين أصابعه الماء، فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، سريعا، أما في جانب العزاء فأقول لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. اللي يرضي ربنا إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وبادئ ذي بدء أقول إن الحبيب من الأحباب مختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس، ولا يرحم الموت ذو جهل لعزته، ولا الذي كان منه العلم يقتبس. فكيف تفرح بالدنيا وزينتها يا من يعد عليه اللفظ والنفس؟ كيف تفرح بالدنيا وزينتها يا من يعد عليه اللفظ والنفس؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها، كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا، وأفنى الموت أهليها، لا تركن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. عند حضوري إلى هذا المجلس استمعنا واستمتعنا من سورة الأحزاب، قرأها علينا فضيلة القارئ الشيخ سامح، ونشكره على حسن أدائه وروعة بيانه، فقد تلا علينا قول ربنا: ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم. خاتم إيه؟ خاتم النبيين. وكررها 3 مرات
ولا حياة لمن تنادي. المحمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومحدش فينا صلى على رسول الله، وكررها أكثر من مرة. ولذلك أهمسوا في آذان حضراتكم لكي تعلموا قدر نبيكم، ولا يعلم قدر النبي إلا الرب العلي سبحانه وتعالى. لا يعرف قدر النبي إلا الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي علمه وهو الذي أدبه. علمه شديد القوى، وقال عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ونحن لا نتعلم الأدب حينما يذكر رسول الله وقرأ علينا: يا أيها النبي، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا السراج المنير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى جعل له في القرآن 5 صور، وجعل لكل الكائنات صورة، فجعل للأنعام صورة، وجعل للبقرة صورة، وجعل للنمل صورة، وجعل للفيل صورة، وجعل للإنسان صورة، وجعل لنبي الله هود صورة، وجعل لنبي الله يوسف صورة، وجعل لنوح صورة، وجعل للأنبياء جميعهم صورة، وجعل لسيد الخلق محمد 5 صور. هن سورة ياسين وطه والمزمل والمدثر ومحمد صلى الله عليه وسلم. قدر هذا النبي، قدر هذا النبي أن تصلوا عليه وما تقولش محمد. تربنا قال محمد وعطف عليها رسول الله، عشان ما يقولش محمد منفرد، عطف عليها رسول الله. ونحن لا نعرف قدر نبينا. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن أجلكم إخوة الإيمان أردت أن أوضح، أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. إن مثلنا ومثلك يا رسول الله كمثل أعرابي أضل الطريق، فلما طلع عليه القمر اهتدى بنوره الوضاء، فقال للقمر: ماذا أقول لك أيها القمر؟ أأقول نورك الله لقد نورك؟ أأقول رفعك الله لقد رفعك؟ أأقول جملك الله لقد جملك؟ ونحن ماذا نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول نوره الله لقد نوره،
فقال لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور في الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول رفعه الله، لقد رفعه، فقال له ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. أنا أقول جمله الله، لقد جمله، فقال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. واعلموا أن هذا يكون في ميزان حسناتكم يوم القيامة، لأنه شفيع الأمة. الكل يأتي يوم القيامة نفسي نفسي إلا رسول الله، يقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. حمل همك في الدنيا وفي الآخرة وانت بتبخل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد للأمة أن تسير وراء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله، رسول الله فيك، في نفسك، بشرعه وبسنته وبدينه صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أختم أقول لحضرتكم أن الدنيا دار ممر، وأن الآخرة هي دار المقر، فخذوا من دار ممركم لمقركم، خذوا من دار ممركم لمقركم. خذوا العمل الصالح، خذ العمل الصالح ينفعك ويرفعك، العمل الصالح ينفعك ويرفعك يوم لقاء الله عز وجل. واعلموا أن الدنيا دار ممر، وأن الآخرة هي دار المقر، فخذوا من دار ممركم لمقركم، وصلوا على نبيكم كما أمركم ربكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أسأل ربي سبحانه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولندعو لصاحب هذا المقام. اللهم اغفر له وارحمه. أمنوا. اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اجعلها عليه ليلة الرضا، اللهم اجعلها عليه ليلة النور، اللهم ادخل عليه يا رب في قبره السرور، اللهم لين ترابه وخفف حسابه واجعله في أعلى عليين، اللهم اجعله في مقام أمين، اللهم اسكنه الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم احشره مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم نور له في قبره ووسع له فيه، اللهم وسع له في قبره ونور له فيه، اللهم احشره مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، اللهم غسله بالماء والثلج والبرد، اللهم غسله بالماء والثلج والبرد، اللهم غسله بالماء والثلج والبرد، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله يا ربنا حفرة من حفر النار، اللهم قه عذاب القبر وضمته، وقه من الشجاع الأقرع ولسعته، وقه من
الميزان وخفته، وقه من هول يوم القيامة وروعته. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اغفر لحيينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا، ذكرنا وأنسانا، كبيرنا وصغيرنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر اللهم لنا وله. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.